لا كومباريزون هي وحده من لي فيغور دانالوجي، ولي فيغور دانالوجي هما وحده من لي فيغور دو ستيل. نشوفوا هاد لا فراز باش نفهموا اكثر. لا في اي كوم اون رين، البنت بحال الملكه. كوم هي اداه التشبيه اللي كنقولوا ليها لوتي دو كومباريزون. شكون غنشبهو؟ غنشبهو لا في بلا رين، دونك لا في هي لو كومباري، لا رين هي لو كومبارون. وهاد جوج كتربطهم واحد نقطه تشابه كنسميوها لو بوين كومون. في الجمل اللي غتصادفوا غتلقاو بزاف ديال لي زوتي دو كومباريزون اللي غيعاونونا نتعرفوا على هاد لا فيغور دو ستيل، بحال كوم باغي ا، سامبلابل ا، تيل كو، سيميلير ا، دو ميم كو، انسي كو، ريسومبل ا، اوسي، او واحد اخرين. في هاد المثال ريسومبل ا هو لوتي دو كومباريزون، سافي هي لو كومباري، ا سي سولدا سانز ارم هي لو كومبارون، ou le point commun ou l'aspect impuissant. La métaphore, هي واحدة من les figures d'analogie بحال la comparaison. هما des figures de style ديال المقارنة وتشبيه. La fille est comme une reine. عندنا l'outil de comparaison هو comme قارنا البنت la fille بلا reine الملكة. Donc غنحيدو هاد l'outil de comparaison غتولي عندنا la fille est une reine. هنايا كنقولوا عندنا لا ميتافور. علاش؟ حيت ما كاينش اداه تشبيه، شبهنا جوج ديال لي كومبوزون بدون اداه تشبيه. كيبقاو عندنا لو كومباري، لو كومبارون، لو بوين كومون، بحال بحال، من غير الاداه التشبيه ما كنلقاوهاش في لا ميتافور. نشوفوا هذا المثال، توي مون ليون، انت السبع ديالي، ما كاين حتى اداه تشبيه، دونك يساجي دون ميتافور. اي لا دي شوفو دو سوا، هنا عندنا البنت كنشبهو شعرها بشعر ديال الحرير، دونك ما كاينش عندي اداه تشبيه باش شبهنا. قلنا عندها شعر الحرير، دونك يساجي دون ميتافور. هنا عندنا المشبه هو لي زيو، المشبه به هو لو ميغوار دو لا. اجي تفهم شنو هي لا بيرسونيفيكاسيون. هي وحده من لي فيغور دانالوجي بحال لا كومباريزون اي لا ميتافور دي فيغور دو ستيل. ناخذ هذا المثال، لو سييل سوري، السماء تبتسم. واش السماء عندها فم؟ بيان سور لا. اذا عطيناها واحد الصفه تاع الانسان، هذه تتسمى الشخصنه اولا الانسانه، هي لا بيرسونيفيكاسيون. لو طون فول، الوقت يطير. واش الوقت عنده اجنحه؟ دونك هنا عطيناه واحد الصفه اللي هي ديال الحيوان اللي هي الطيران، دونك حتى هذه كتسمى شخصنه اولا لا بيرسونيفيكاسيون. نشوفوا هاد الامثله، لا ميزون اي طون دورمي، الدار نعسات. شكون اللي كينعس؟ الانسان. فهاد الامثله كلهم اللي جايين كلهم فيهم لا بيرسونيفيكاسيون، بحال لي برا دو فوتوي، لي دين ديال الفوتوي، لي برانش جيميسي، الاغصان ديال الشجره تتالم. La bouilloire chantait dans la cuisine. L'ouvrage qui renie la cuisine. Mais peut être machina la comparaison, la métaphore, la personnification. Lyon Branchoufou, l'allégorie des Yawhda, mais les figures d'analogie. والمعنى ديالها هي نعطيو حياه الفكره مجرده غير ملموسه. بحال هذا القلب كنرمزو به الحب لامور، الحمامه ولا كولومب كنرمزو بها لا ليبرتي، الميزان كرمزو به لا جوستيس اللي هي العداله. نشوفوا هذا المثال، لو طون مانج لا في، الوقت كياكل الحياه. الا رديتوا البال هاد لا فراز راه فيها لو طون مكتوب تي ماجيسكول. هنا هاد لو طون هو عباره عن اليغوري. ناخذوا هاد الامثله هادو، لا غروند فوشوز، ديما ردوا البال جي او ماجيسكول، اف او ماجيسكول. لا فوشوز représente la mort, كترمز لينا الموت. La colombe de la paix, ديما لي ماجيسكول، دونك لا كولومب هي رمز ديال الحريه. اليوم غنشوفوا وحده من لي فيغور داتينياسيون. اتينيي هو خففه، فعل خففه. لو فيميسم هو استعمال عباره او كلمه لتخفيف صدمه او عدم جرح مشاعر الشخص. ناخذ واحد المثال بسيط، نفرضوا بغيتي تقول لشي واحد باللي خالته راه ماتت، غتقول ليه تا طونت اي مورت في الحاله العاديه. ولكن الا بغيتي ما تشوكيهاش وبغيتي الواقع ديال ديك الصدمه يكون اخف، غتستعمل وحده من هاد الجمل. تقدر تقول لها تا طونت نوزا كيتي، غادرتنا. تا طونت ني بلو دي نوتر، ما بقاتش منا. والعبارات كتارين، تقدروا تقلبوا في جوجل ديروا غير لو فيميزم دو لا مور وغتلقاو عبارات اخرى. مثال اخر، لي بيرسون زاجي كنقول لهم ثوازيام اج ولا سينيور. الناس اللي عميين كنقول لهم لي نون فويون بلاصه ما نقول لهم افوغل. لي فيغور داتينياسيون، فايت لينا شفنا لو فيميزم اللي هو التخفيف، تخفيف الواقع ديال الكلمه على الشخص الاخر. بحال الا بغينا نقول شي واحد مات كنقولوا غادر انا ولا ذهب الى دار البقاء. هنايا عندنا لا ليتوت، المعنى ديالها هو التقليل، يعني المعنى اللي بغيت نقولو اكبر من الكلمات اللي استعملتهم. ناخذ هذا المثال، تا روب ني با موفيز،
فاش كيقول لك شي واحد كسوتك ما خيباش، دونك بغى يقول لك باللي راها زوينه. هذه هي لا ليتوت. وناخذ مثال اخر اللي هو مشهور تاع كورني، فا جو نو تو اي بوين، يعني باش تقول انك كتبغي لا بيرسون قلتي ليه سير راني ما كنكرهكش. دونك لا ليتوت هي تقليل، لو فيميزم هو التخفيف. غادي نشوفوا بعض لي فيغور دو ستيل عندنا في لو ديرنيي جور دان كونداني، لا سينيكدوك اللي هي الجزء من الكل. مثلا هذه الجمله دو جوتي اون تيت كي بونس، تيت يعني هي الجزء من واحد الجسد، الراس هو الجزء من الجسد ديال الانسان. دونك اون تيت باش كنقصدوا بها جسد كامل او انسان كامل. لا بيرسونيفيكاسيون، عندنا هذه الجمله فيها الفكره اللي هي ليدي، cette idée fixe me possède، هذه الفكره الثابته تمتلكني. هنا كنشوفوا بلي ليديو او الفكره هي ماشي انسان، هي شي حاجه اللي غير ملموسه، وعطينا لها الصفه تاع الانسان اللي هي انها تمتلك شي حاجه. لا بيريفراز اللي هي فاش كنعوضوا كلمه بكلمات اخرى، وهنا كي كتشوفوا لا شوت فيرتيكال دان كوتو تريونغولير، لا شوت يعني السقوط العمودي ديال واحد السكين ولا موس اللي هو تريونغولير مثلث. وهنا كنهضروا ولا بغينا نغومبلاسيو اش من كلمه لا غيوتين اللي هي ديك الاله ولا اللي كيتم بها عمليه ديال الاعدام ديال الشخص. دابا ندوزو لا غراداسيون اللي هي التدرج. الحاله الاولى اللي عندنا فاش كتكون اسوندونت ولا كنقولوا لها كرواسونت يعني تزايديه، il y aura bien encore dans les angoisses dans les terreurs dans les tortures. هنا كنشوفوا بلي هاد الكلمات بثلاثه غاديين وكيتزاد كتزاد لا نيونس. نشوفوا الحاله الثانيه اللي هي لا غراداسيون ديسوندونت، ديسوندونت ولا كنقولوا ديكرواسونت اللي هي تناقصيه ولا تنازليه، اور بار اور ساعه بساعه، مينوت بار مينوت، دقيقه بدقيقه. دونك هنا من الساعه كنهبطوا للدقيقه، دونك عندنا تنازلي. هنا كنسميوها لا غراداسيون ديسوندونت. واخر فيغور دو ستيل هي لانتيتيز. لانتيتيز اللي هي كلمتين متضادتين ولا فكرتين كيكونوا في داخل واحد الجمله ومتباعدين. دونك هنا عندنا لا دولور فيزيك الالم الجسدي ضد الالم النفسي. دونك هاد جوج كلمات متضادين تنقولوا بلي عندنا لانتيتيز. وصلنا لافان تاع لا فيديو، ما تنساوش بارطاجيوها مع الناس اللي محتاجينها اللي كيقراو في اولى باك ولا تانية باك ولا عندهم باك ليبر. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.